لم تهمل ثمار التفاح هذه طوعاً، حال دون قطافها صوت قذيفة حفرت عميقاً في الجرح لتتضاعف معاناة المزارعين هنا في ريف اللاذقية. أشجار الزيتون لم تكن أفضل حالاً، تنتظر حباتها موسم قطاف ولا. ضربت لا حد يسجل يطلع من البيت من كثرة القصف، لا حد يسجل يروح على تفاحة ولا حد يسجل يطلع ولا شيء، ضربت الزراعة كلها ما ضل عندنا شيء، لا زراعة ولا شيء، كلها راحت في الأرض، ما ضل غزيز، ما ضل بوب، ما ضل شيء. داخل البيوت البلاستيكية يتكرر المشهد، لم يصمد الزرع أمام البرد والقصف، الدفء مكلف والجني قد يحصد الأرواح. نحن هون في جبل كراد تعرضنا مثل بقية سوريا لقصف من النظام، حتى انه ما بقى قدرنا نزرع يعني نحصد محاصيلنا، وتعرضت الزراعة عنا للدمار الشامل مثل ما كنا شايفين، كل المحاصيل يبست وبقيت بأرضها. رغم قساوة الصورة وشحوبها، يحاول الباقون زرع الأمل في أغصان نجت صدفة من نيران القصاص. الضرر صار يضربونا بالبرامي، نحن مدني يعني شو نحن هون، ضربونا بالبرامي ما خلوا شجر، ما خلوا شيء، حتى الشجر عم نستفاد منه العايشين منه انقطع وراح، عم نرجع منجدد من أول جديد هيك. تصمد هذه الأشجار أمام عجرفة من أراد قتل الحياة فيها، وتنتظر الموسم القادم علّه يكون موسم خير وخلاص.